صباح الخير يا ورد، وصباح الخير عبد المحسن، وصباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا الجميلة، لكن اليوم احنا موجودين في مركز العدان التخصصي. هذا المركز بدأ الحملة الوطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال في اعتباره من أمس بكافة المراكز الوقائية ومراكز التطعيم في جميع المحافظات، لكن احنا موجودين اليوم في هذا المركز وجميع المحافظات موجود فيها التطعيم، لكن احنا ودنا نتكلم أكثر وأكثر عن هذه الحملة. معنا الدكتور سعاد صادق، ممارس عام أول صحة وقائية في وزارة الصحة. دكتورة صبحك الله بخير، يعطيك العافية. صباح النور، رحب في تلفزيون الكويت، ودائما تلفزيون الكويت عودنا ان احنا نساهم ونشارك في نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، خاصة في هذه الحملة الوطنية المهمة. دكتورة بدنا نتكلم كبداية، يعني الحملة بدت أمس لكن ما شاء الله احنا نشوفها في جميع المحافظات، ودنا نعرف الحملة، الهدف من هذه الحملة والبدء في هذا الوقت في من التطعيم في هالوقت هذا. طبعا هذه الحملة الوطنية جاءت الهدف منها هو تعزيز الصحة العامة ورفع المناعة والحصانة لدى الفئات العمرية المستهدفة في هذه الحملة، وذلك من أجل القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية، وهذه الخاصة الحملة مستهدفة هي مرض الشلل ومرض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وهي من الأمراض الفتاكة والتي توصي منظمة الصحة العالمية بالقضاء على هذه الأمراض، وهذا هدفنا. احنا هدفنا هو يتضمن ضمن المنظومة الاستراتيجية الدولية وهو القضاء على مرض الشلل، وحيث ان دولة الكويت تعتبر خالية من فيروس الشلل منذ اكثر من 30 عام، وهذا يعتبر انجاز لدولة الكويت ولوزارة الصحة. وكذلك بالنسبة للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، تعد فقط عندنا في الكويت حالات في يعني في السنة جدا قليلة. نعم دكتور، يمكن تركزتوا على أعمار معينة من سنة إلى 19 سنة، يعني في ناس مثلا قبل هالفترة تطعمت، لكن يمكن من سنة إلى سنة في بعضهم 19 سنة كان مطعم من زمان. نعم، احنا قررنا من هذه هي زيادة المناعة، حيث ان التطعيم يعني جرعتين يعطي مناعة، ولكن ليست المناعة اللي هي 100%، تعطي مناعة اقل من 100%، فهذا التطعيم اللي هو التنشيط اللي احنا نسميه يعطي مناعة زيادة طبعا للأطفال ولهذه الفئة العمرية، بحيث يعطي تغطية كاملة لهذا المرض، وخاصة ان احنا بين دول مجاورة منتشرة فيها هذه الأمراض، وخاصة الدول التي الحين فيها عدم استقرار بسبب الحروب وبسبب الظروف الصحية السيئة، وعندنا نسبة من الوافدين كذلك في البلد، وعندنا نسبة من دول الوافدين من أفغانستان خاصة وباكستان ونيجيريا، وهذه الدول تنتشر فيها هذه الأمراض الموبوءة. دكتورة ممكن نتكلم احنا، يعني اللي يطعم وهو عمره ابو سنة الى عمر 19 سنة يرجع يطعم ثاني مرة؟ يعني هذه خلنا نقول رسالة لكل المواطنين والمقيمين الموجودين. طبعا هذه رسالتي طبعا ان اي شخص متطعم في السابق يعاد التطعيم، لان هذه حملة تنشيطية وهدفها هو رفع المناعة الفردية للاشخاص، ومنها رفع المناعة المجتمعية على مستوى دولة الكويت. فاي شخص متطعم حتى لو ماخذ الجرعات مستكملة ومستوفاة يرجى ان يعني يطعم مرة يعني اخرى بهذه التطعيم التنشيطية. دكتور شلون نعرف مثلا ان والله هذا الطفل او هذا الشاب مثلا في الحصبة الألمانية او النكاف او يعني لابد ان في مثلا علامات تبين؟ اي طبعا، طبعا اعراض الحصبة هي تبدي في حرارة وتبدي في سعال وتبدي في احمرار في العين، وبعدها يبدا بظهر الطفح الجلدي على الجسم كله. وطبعا الحصبة لها مضاعفات، ومضاعفاتها شديدة، هو التهاب الرئوي والتهاب كذلك الدماغ، وتؤدي احيانا الى الوفاة. ولهذا احنا طبعا قمنا هذه الحملة لان احنا نعتبرها من الامراض الشرسة الفتاكة. نعم دكتور، هل الحصبة تنتقل العدوى من شخص الى شخص اخر؟ طبعا الحصبة من الحصبة وخاصة شلل الأطفال من الأمراض اللي سريعة الانتشار، وحتى أنها تنتشر بين الدول بسرعة يعني جدا يعني عالية. دكتور نتكلم عن المرأة الحامل، هل مثلا يحق لها أنها تطعم، أو في أشخاص عندهم حساسية مثلا في جسمهم؟
طبعا احنا عند حضور طبعا الاب او ولي الامر طبعا يرجى التنبيه فقط ان هذه التطعيمات عند الاشخاص او الاطفال اللي تكون يعني نمنعها عند الاطفال اللي عندهم حساسيه شديده وسبق يعني انه يعني سجل ان هذا الطفل او انه عانى من هذه الحساسيه، اما ان هذا التطعيم فهو تطعيم امن ومضاعفاته جدا بسيطه لا تتعدى الحراره، بس فقط المراه الحامل لا تطعم لانه من التطعيمات الحية المضاعفة، فإن ما ننصح المرأة الحامل أنها تطعم. نعم دكتور، لو تكلم عن ما هي المادة اللي تكون مثلا داخل التطعيم، اللقاح هذا شنو نوعه أو شنو طريقة هذا اللقاح؟ طبعا اللقاح جدا آمن وتابع للمعايير الدولية ومنظمة الغذاء العالمية، وهذا التطعيم طبعا يحتوي على تطعيم حي، ولكن هذا التطعيم طبعا ضمن عمليات تم استضعافها هذا الفيروس، ويحتوي على مركبات اللي هي تحافظ على هذا الفيروس، وان ولا يحتوي على اي كميات من الزئبق كما هو مشاع وكما هو يعني بين الناس ان هذا التطعيم يحتوي على الزئبق، والزئبق يؤدي الى مرض بعض الامراض والمضاعفات لهذا التطعيم. دكتوره سعاد صادق، ممارس عام اول صحه وقائيه في الحمله الوطنيه، لكن دكتور ودنا نتكلم كذلك عن الحين تطعم الطفل او تطعم الشخص تبدي بعدين حراره في الجسم، او في مثلا بعض الاشخاص او مثلا خلاص تطعم ما راح يحس في التطعيم انه خلاص تطعم عادي، في حراره في الجسم تصير يورم مكان التطعيم مثلا؟ طبعا التطعيم كاي يعتبر نوع من الدواء او اي دواء لمضاعفات، فالتطعيم تقريبا بالنسبه حق التطعيمات هذه اللي بالحمله اللي شاملتها الحملة فقط تحس في منطقة الوخز اللي هو بالإحمرار والتورم واحتمال حدوث ارتفاع في الحرارة واحتمال انه يعني حدوث بعض الطفح، ولكن في حالات جدا يعني ضئيله، فهذه من مضاعفاتها ولا توجد اي مضاعفات يعني شديده من جراء هذا التطعيم. دكتور، بما احنا في مركز العدان التخصصي من امس الى اليوم استقبلت تقريبا فوق ال 200 او اكثر حاله، ودنا نعرف اوقات العمل عندكم اللي حاب مثلا يحاضر، لكن هذا المركز مخصص لمحافظه مبارك الكبير. طبعا احنا محافظه مبارك الكبير فيها اكثر من مركز، تقريبا 5 مراكز، وكل مركز فيها غرفه تطعيم وتشمل الحمله كذلك. اوقات الحمله طبعا الحمله على فترتين لمده 2 أسبوع في شهر يناير وفي شهر مارس، الحمله من الفتره الصباحيه من الساعه 8 للساعه 1، ومن الفتره المسائيه من 4 إلى 9 مساء. هل قسمتوا على الاعمار السنيه عندكم من سنه الى 19 سنه؟ نعم، لا احنا نبدا من 6 شهور، من 6 شهور الى كبدايه. اي كبدايه، هي من 6 شهور الى 5 سنوات، من 6 شهور إلى سنة تطعيم فقط الشلل الفموي، ومن سنة إلى 5 سنوات الشلل الفموي مع الحصبة، وهو التطعيم الثلاثي، الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، ومن 5 سنوات إلى 19 سنة فقط تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف. يعني هذه نصيحة لك الفئات العمرية طبعا. هذه خلنا نقول نصيحة لكل من يشاهد برنامج صباح الخير، إن من عمر سنة إلى 19 سنة لابد إنك تطعم. طبعا نصيحتي طبعا الى المواطنين وكذلك المقيمين ان يتعاونون معنا ويتفاعلون مع هذه الحمله بشكل ايجابي، واحب اطمنهم ان هذه التطعيمات جدا امنه وهي لسلامه الاطفال ولرفع المناعه ولمنع عنهم الامراض الفتاكه، وهذه تعتبر هذا المرضين خاصه مرض الشلل ومرض الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاف من الامراض المعديه الشديده المضاعفات. يعني نقول ان شاء الله دكتور ان الامور ان شاء الله طيبه، خاصه دوله الكويت دوله امنه ما فيها امراض، لكن اخذ هذا التطعيم يحميك ويحمي اسرتك وخلي يعني ما تتعرض لامراض طبعا ثانية. اشرنا في البدايه احنا الغرض من هذه الحمله وهو ليس ان وجود يعني الامراض يعني منتشره عندنا او هذا، لا، بناء على توصيات منظمه الصحه العالميه وبناء على منظومه الصحه وزاره الصحه في الكويت هو رفع المستوى المناعي حتى لا تحدث هذه الأمراض في حالة أن وجود يعني حالة من الوافدين أو أي حالة أو انتشار المرض يعني بين الدول المجاورة.
احنا نقول الله يعطيكم العافية دكتورة، ويعني وزارة الصحة وكل من يعمل في وزارة الصحة لخدمة المواطن والمقيم. دكتورة سعاد صادق ممارس عام أول صحة وقائية في وزارة الصحة. يمكن احنا ما شاء الله سألنا أسئلة كثيرة، وهذه أسئلة مهمة للمشاهد الكريم اللي يتابع هذا البرنامج، لكن راح ننتقل إلى زملائنا في الاستوديو لتكملة هالفقرات الحلوة الجميلة. عبد المحسن لك الهوى، تفضل محسن غادي لك وردة ورود لكم الهوى، تفضل. شكرا لك نجيب، حياك الله، شكرا لك.